استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية مساء أمس سعادة السيد جاستن هيكس سبيريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة والأدميرال البحري جيمس مالوي قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس. ورحب جلالته بسعادة السفير والأدميرال البحري جيمس مالوي معربا عن اعتزاز مملكة البحرين بما يجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية من علاقات تاريخية وشراكة وثيقة ترتكز دعائمها منذ عقود طويلة على الثقة والاحترام والتنسيق المشترك. وبحث جلالة الملك المفدى مع السفير الأمريكي أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، مشيدا جلالته بالتطور المستمر الذي يشهده التعاون الثنائي وخاصة في الميادين العسكرية والدفاعية بما يخدم الأهداف ويلبي التطلعات المشتركة. وأثنى جلالته على الدور المحوري الذي تطلع به الإدارة الأمريكية بالتعاون مع الدول الحليفة والصديقة في ضمان أمن واستقرار المنطقة وتعزيز الأمن والسلم الدولي. وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والعالمي بالإضافة إلى بحث مجريات الأحداث في المنطقة. ونوه جلالته بالجهود الطيبة التي يبذلها الأدميرال البحري جيمس مالوي لتطوير التعاون وتعزيز التنسيق العسكري والدفاعي بين البلدين. من جهته قدم الأدميرال البحري جيمس مالوي إلى جلالة الملك المفدى عرضا للموقف الحالي في منطقة الخليج العربي. ومن جهته عرب سعادة السيد جاستن هيكس سبيريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة عن تقديره لجهود صاحب الجلالة في توثيق روابط الصداقة البحرينية الأمريكية مشيدا بدور مملكة البحرين الرائد وإسهاماتها الهامة وحرصها على التعاون مع المجتمع الدولي في تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي.